القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دمع. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس رقم 419 من دروس التفسير، والدرس والسين من دروس تفسير سورة السجدة. سجد نفسر ميرد ربي سليه ثيس خمسة المذلية ثيس تسعة. تفسيرنا اليوم مع سورة السجدة من الآية الخامسة إلى الآية التاسعة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الله يرحم اللي قال لعبد يفكر وربي يدبر، هكذا برك، لعبد يفكر وربي يدبر. أم ذاني تحبير ربي يدبر. خلاصة خلاصة مركزة، أمذان يتحبير ربي يدبر، بمعنى الإنسان يفكر، فكر كما حبيت في كل شيء، في كل شيء. خطأ عطانا ربي العقل، فكر ربي ألا أسنستخدم هي وخمم، لا نعطل العقل. العقل أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام مباشرة، في البريوريتي، في الأولويات. نعمة الإسلام رقم واحد، عليه خطر بالإسلام اللي نسلكوا راسنا، وإلا كارثة. نعيشوا 60 70 100 سنة بعد نروحوا ديريت يا لطيف. علاش ربي قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا لطيف، الخاسرين هذه خطر خسرت الدنيا هينا، يقول مي خسرت الدنيا تدس الغاشي أكي نتساقوا ضرنا هنا نعاونوك ويخرجوك من الأزمة، يصبروك أش تنفذ أك صبرا أك عونا أذين يذك، ولكن الخسارة في الآخرة ما كاينش اللي يسلك الآخر. الوالدين الأولاد كل واحد يقول نفسي نفسي، وصعب، ما هوش حاجة بسيطة في الدنيا. يقدر واحد يضحي من أجل الآخرين، ذي الدنيا في الزمان بنادم ما يفدو وياه أكاد في كار روحي باش تسلك وياه وتضران تضران ضران، ولكن ذي الآخر خاطئ. كل يوم ذي ولي منيس أكل البروغرام ناكر يلحو لوجيسيال تاع الأخيرة يمشي هك بهالطريقة. لذلك العبد يتحبير ربي يدبر. ولكن مدينا في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، هنا ليس المقصود الكم، هو العدد للتكثير للتكثير. ممكن تقول مثلا كذا وكذا وتقصدر العددني، ولله المثل الأعلى باش اديني الفلاني لو كان يظلم السماح مثلا يقول يظلمي ألف مرة، ماشي معليش كان ألف نغل الفلاني في كيغاس لي رونديفو 70 مرة. المقصود للتكثير وليس العدد الكمي. أمشري ليل أمرك يعرج إلى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. للتقريب،
نكون نزرى باللي اس لان ديك 24 ساعه من بعد السمانه ديك 7 ايام من بعد ناس كواس ديك 300 مثلا 65 يوم في الضوء اقل نحسب العوام 1442 هجري 1443 1444 2020 2021 2022 راه نحسبوا اقل غنحسب والسنة غنسنيثن والسنة غنسنيثن نعرف اليوم سنيثن نتعيش إليكس خطر أقلا ديكس نعيش هذا اليوم 24 ساعة الساعة فيها 60 دقيقة نظرة شو المعنى إيس لا مينوت دقيقة ديك 60 دقيقة 60 ثانية ونعرفوا ما معنى الثانية خطر نعيش قد غنسيد ديال ديكس ولكن النظام مثلا في الآخرة ونظر على مردين ربي سبحانه في يوم كان مقداره ألف سنة ألف سنة مما تعدون لتقريب هذا المعنى إلى الأذهان باش نستوعب نجتهد في استيعاب مراد الله جل جلاله ولكن الأمر الذي يدبره العبد يفكر وربي يدبر إذن ليس هناك تناقض بين التفكير والتدبير أعطانا الله عقولا للنظر للتفكير للإبداع للإنتاج للتخطيط في كل شيء في جميع المجالات في المجال الزراعي المجال الصناعي المجال التجاري الاستثماري في المجال السياسي في المجال الثقافي في المجال العلمي كل شيء العقول يفكر ربي ألا ند أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام أتدرون لما؟ لأنه بالعقل نستوعب هذا الوحي بالعقل هذه الأداة نفهم أوامر الله ونواهي الله نتعامل نتفاعل مع الوحيين مع الكتاب والسنة ونجتهد في تحقيق البراءة في هذه الحياة من خلال إقامة الشهادة على الناس ربي قال مثلا في أمر الأمة في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أفلاح أثنتي زرع أثنتي كرز ذايا هذا يدخل في التفكير ولكن ربي سبحانه إزمر دي سرحي لهوى إذا ثم ثاد السمغي الخير أربح ولا شاف فلاح يدي السمغين زريعة إلا وسيت ولا ما فلاح إزرعيت إكرزيت إسمغيتيد ذي المحال أفلاح إزرعيت كان إكرزيت يقيم ذين يكفى الشغليس وراي ضبرا لعبدي تحبير ربي يدبر ربي سبحانه إذا مضبر ذن الساعة أريف كل أمر ينوان باش هاد السرحني ومان وذي في كل أمر إثمور نغي القاعة نغي وكال باش هاد مغي النعمة في مزينة كل يرذن أم بعد غفلاح إلى قد يغال ذو قنفذو مرد مغي النعماني أذير في ذا مير ثفانتا أذير حاذي مير وذي جمع النعمة وذي السروث وذي الزيزدي ذا شو يخدم أكثر في الله ذي إذن سي يخدم مي أين كو يخدم أك سوين يسدف كاربي للجهد والحديث قياس أما ذي تجارة أما ذي الصناعة أما ذي كل شيء ضربنا هذا النموذج الفلاح الذي يفكر في اتخاذ الأسباب فقط ولا يعنيه الأمر بعد ذلك يزرع ويحرث وينتظر الله عز وجل المدبر هو الذي أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت ثم يعود الفلاح مرة أخرى إلى حقله باش يزيد يدير الحصاد ويدير جميع المراحل وإلا ما عطاش ربي ما عطاش خلاص العبد يحبر ربي يدبر
وربي سبحانه يدبر أمر جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم من عطاء ومنع وصحة وراحة وسعادة وأرزاق وعلم وتجارة، وفي عالم البشر وفي عالم الحيوان وفي عالم النبات وفي عالم الجن، كل العوالم ما نعلم وما لا نعلم. وربي قال ويخلق ما لا تعلمون، سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمون. أكني فغوث مسني في النرنا ورزمينا راني مسناون أديني نسن كل شيء. هذه قيم دائما الآية ومما لا يعلمون. الشافعي عينيك من النرني غذي مسني ذي نفهم باللي أي نور السين غكتر بين سنة. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ربي سبحانه عالم الغيب لانفيزيبل والشهادة لفيزيبل يعني ما ظهر وما بطن، أين اللان أظهره الله في عالم الشهادة. ثورة أقلام كنا نسموالي أقلام ذي الجامع العتيق للا دمامية ذي زيوزو ذي الجزائر ذي إفريقيا ذي الكرة الأرضية، هذا يفرشوا ذي لا أقلام نسموالي ويسلوا إلى آخره. ولكن لو إن نظنيا حصرا أثنى كفص ربي الغيب أي غذي القرآن ألف لام ميم بقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. لا يكتمل الإيمان إلا بالإيمان بالغيب. خطر يقول لك كي ليونا لما شفتوش العين ما هوش حق، يقول يا حسرة إنك في عالم الجهل. للأسف أو كيف غلي تشوفوا العين اللي راه موجود هو في دار الدنيا، في الدنيا تسع بكش قرية صغيرة موجودة في كش قطعة أرضية في الكرة الأرضية، تجيك عن طريق الإنترنت وتصدق. لما تصدق؟ أنت ما سافرت وما رأيت وما، ولكن تصدق. المهم لما ندخل التفاصيل هذه عالم الغيب. حنا الإيمان اختصر لنا الطريق، يعني الإسلام اختصر لنا الطريق. معليش نفكر ندبر ننظر نتأمل يلا، ولازم نموت وعقولنا خلاص. والله غير مما يحزنني جدا أن يموت الإنسان وعقله يديه جديد. كي ندفنوا واحد ندفنوه عقله جديد ما خدمه والو. أرى بعض الإخوة يضحكون يبتسمون عجيب، يعني خدم عقلك لازم كي تموت ما يبقى والو. عقلك هذا خدمه، خدمه مليح، ما تخدمش 3% 3% ولا 5%، خدم واش قدرت، واش قدرت. وإن كان هذه النقطة فيها كلام كثيرة، كاين مقياس يا درا واش نستخدمه من عقولنا، اسكو قد هك ولا قد هك ولا قد هك. هي ولا يجوز أن نختفي وراء قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. نتخباو شغل، سمحوا لي نجيبوا مثلا لا سيترن تحمل ترفد 1000 لتر نتاع الماء، 1000 كي نديروا فيها 10 لترات نقولوا خلاص معمرة يا ولدي. ماشي معمرة، يقول لك معمرة. هذا هو اللي رحنا عايشين فيه، هي لا سيترن لكاباسيتين 9000 لتر. ميس نخدم 10 ريتلاف أسنيني تشور يا وتشور أرى ما زالت تفرغ. أي غير دنيا ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. الوسع القدرة أين هي؟ شحال نقدر؟ ولا واحد يقدر يرفد 50 كيلو، كي يرفد 2 كيلو يقول لك خلاص أنا واش نقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، قولوا ما زال 48. أنت قادر إذا طبقت الآية
انت قادر باش تزيد 48 كيلو، علاش تبخل علاه؟ وطبعا ممكن الانسان يوري خلاف الحقيقه، ولكن الله يعلم الحقيقه، يعلم السر واخفى. الي هنا سمحي شي كلاخنا كلاخنا شي ذيوم زمره تقيت زمر فيو ربي وغيك الفرا اكثر تزمر فينا تسيل تسير، ولكن شو تزمر فيه؟ عالم الغيب ثورا نومنس الاخر نومنس النعيم نومنس العذاب نومنس كلش، وما شفناش. صدقنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي انبانا، هاو كيدفن واحد يقول استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال. نقن طليون السيدي يوكي الحاضر من الصحابه سمح ثاس ضبط ثاس سمح ضبط ثاس العفو سيعفو ربي يمثون والستر ثربت يثبت باش ربي يثبتو فانه الان يسال. يجي منكر ونكر ويسالوه. لذلك هذا دليل من أدلة مشروعية الدعاء عند دفن الميت. هاو كي ندفنوا واحد ندعيو له ارفع يديك يا جوز اربي سمحا صربي عفويا صربي ثبتيت عند السؤال. الله هو الذي قال في سورة إبراهيم الآية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر هو أول منازل الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وربي يصبر ماليه وربي يعطي لهم الأجر وربي يعطي الأجر للحاضرين المعزين اللي حفروا واللي حضروا واللي دير الدعاء علاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أرفع اليدين، يجوز ورفع اليدين عادي، واللي ما بغاش يرفع عادي يقول اللهم اللهم بلا ما يرفع يدي عادي. الرسالة وصلت، ما نضيعوش أوقاتنا في بعض الأمور اللي ربي ينفعنا بالدعاء. آيات الدعاء لا نحصيها كثيرة، آيات الدعاء في رمضان كي نكملوا رمضان هاي الأيام 185 شهر رمضان، الآية اللي بعدها مباشرة الآية 186 من سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة. إذن ندعو الله عز وجل، إذن هذا غيب، غيب لا نعرفه. الرزق والله ما نعرفه الرزق. يقول لك الإنسان عنده ثلاث لقمات أمذاني ساعة ثلاثين لقمان، يون يبلع اللقمة الأولى اللي بلعناها، القمويض اللقمة الثانية، يون ينفع. ما معنى ينفع؟ اللي تصدقت به، اللقمة اللي تصدقتها تنفع تلقاها لهيه في الآخرة. اللقمة الثالثة ذي شرع. ما معنى ذي شرع؟ يا تاكلها يا ما تاكلهاش. نعم كاين اللي يتغدى وما يتعشاش، كاين اللي يتعشى وما يتغداش، الله اعلم. راهي في الشرع، خاطر لا ندري الاجل ولكل اجل كتاب. خلاصه القول عندها ثلاث لقمات، ثلاثين لقمان، يون يبلع، يون ينفع، يون ذي الشرع. الله يرحم اللي خلى هذه الكلمات الطيبات، يعني الموجزات المركزات المختزلات المختزلات المعبرات الهادفات الهادئات الهاديات. والسلام. وهكذا نتكلوا على ربي. غيب الارزاق غيب، والله ما تدري. دري ان بروجي دانفستيسمون بيرو ديتود، الله الله لي زيكسبير ما شاء الله، يقول لك تربح هنا مليار، هنا 700 مليون، هنا 800 مليون، ابري الله اعلم. ممكن تجي نتيجه سواسوا، ممكن قل خساره، ممكن تربح أكثر مما خططت له. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق. وفي كل الأحوال حذاري، لا بد أن تنسجم مع القضاء والقدر، ما يخرجكش العقل. شيني تخمم مض
تخدمض لي زيتودينيك، تخدمض كلش دراسة الجدوى كما يقول الاقتصاديون، ولكن بعد ذلك إذا قد الصبر أي ندي فكار ربي مرحبا قال استقبلت مرحبا استكشي استكشي ربي. هذا هو النعمة، مشاهد جاء رائعة حينما ينسجم الإنسان مع القضاء والقدر، ما يزمش يتقلق. لطيف يبدأ يسخط وشني هذا، روح بالعقل. هو الشافعي قال لك دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا ارتاح، إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء. حتى في الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة لا توليرانس إن صح التعبير، لأن أحيانا الكلمة في الترمينولوجي لا تعبر عن المضمون هكذا، ولكن هذا هو سرحي ومن ذي الحون ستساوي ما شاء الله. يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء. بالعقل إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هنعمه في الآخر يقول ومن نزلت بساحته المنايا يا حسرة كي تبدأ تطيح المصايب. أحيانا يجيو أونغرو تيلوفا أونغرو أدى سنت تسيرني عادي على سبيل الإيمان. ها عاس الأنبياء وشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل الحديث. أي الله ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وراك رايح تقول نهرب، وين تهرب؟ هاو القضاء يجيك. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ليش نقول دايم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم سبحان الله العظيم لا يعجزه شيء، ورب سبحانه الرحمن الرحيم يسع الرحمة. يا رب الحمد لله يعني واحد ينظر في هذه الحياة يشوف الرحمة الله عز وجل في رحمة الله نعيش، في رحمة الله نعيش. الرحمن سيدي ربي التي ترافقنا منذ وجودنا في بطون أمهاتنا إلى أن نموت. الذي أحسن كل شيء خلقه، كل حاجة خلقتي دا ربي خلقتي بإحسان بإتقان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أين دي خلق ربي سبحانه؟ لذلك الذي ينظر في الخلائق في المخلوقات يوحد ربي عز وجل بشكل عجيب وبقدر عقله وبقدر النظر. يعني على حسب ثموليس مثلا واحد كيشوف في السماوات وكذا والسحب مش عارفين. هذا المرة واحد قاري فيزياء مليح وكذا قال لي كان واحد السحابة تحمل موجة كهربائية اسمها لو كانت تجي معها طيارات تحرقها ماشي غير دير فيها انترو، لا 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 هذه حاجة أخرى، هذه حاجة بسيطة. قال لك تكفي باش تضوي مدينة نيويورك شهر كامل. طبعا هذا رجل عالم يعني شهر كامل. قال لك شيء عجيب واش راه كاين، ولكن رحمة الله تروح الطيارة دير هكذا وبعدين مع برج المراقبة وكذا وتعرفوا الأجهزة متطورة وبعدين وين كاين هذوك الدي في وكذا إلى آخره ويصلوا بخير والحمد لله، والحوادث قليلة جدا كما ذكرنا في لقائنا السابق والحمد لله رب العالمين. رحمة ربي رحمة ربي أي غير دنيا ولاقي باش هذا نفهم باللي هذا الكون كله له مدبر واحد. الحمد لله إميونك تدبيرا إيون وحدس الذي أحسن كل شيء خلقه. أما في عالم النبات في عالم الحيوان في عالم الذرة في عالم السحاب في جميع العوالم
كل شيء كل شيء يعني بالاستغراق والشمول. بعد وبدا خلق الانسان من طين. إيه يا بنادم اللي راك تبني حضاره واللي تقود الطياره وتبني الناطحات للسحاب وداير وداير، ما تنساش اصلك، اصلك ادم، وادم من تراب، كلكم لادم وادم من تراب، يعني ونسير لصل النار. او الانسان لو كان ينسى اصله كارثه، يتجبر يطغى من اسباب الطغيان، نسيان اصل الخلق. ايه الم نقرا في قوله تعالى في سوره الاسراء الايه 37، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ربي سبحانه يندوى بدا خلق الانسان من طين. وهذه شرحناها في دروس سابقه، الانسان اشاره الى الاصل الاول الى ادم عليه السلام. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين من نطفه، بعدين جعل النسل كما نعلم جميعا. ثم سواه، دائما عوده الى الاصل الاول، سواه ربي سبحانه، يخلق فيه يسواه يقرزيه وكذا، ونفخه فيه من روحه. وهذا من تكريم الله عز وجل للانسان. من بعد ما ينفخ ربي سبحانه الروح ذي ادم، ام بعد وجعلكم السمع والابصار والافئده، يفكر ربي السمع وكي. هذه وسائل العلم التعلم والمعرفه، وسائل نعم من نعم الله عز وجل التي لا يمكن ان ندرك مداها وقيمتها الا باستخدامها واستعمالها وحسن استعمالها. السمع امزوغ الرادار الذي لا يتوقف اش 24، الرادار بدليل تدير رافاي تدير بورطابي ينوضك الفجر كنت راقد. والسمع البصر لو كان يجي واحد يقول لك انت ما تشوفوش راقد، او كي تسمع الصوت تنوض باسكو هذا الجهاز شغال يبدا به السمع. انا حمد ربه ذا السمع قيلها انا سنسيسين لها انا احفظ انا ويثا مسني انا ارفع الى اخ السمع. نعم والابصار يزرين ولا تقول لم يزرين يزرين البصر. والله يا خوتي غير لو كان ربي قال وان تعدوا سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، يوثن النعمه لو كان عبد ربي ياكل العمر النغ الحياه النغ والزميرانا اسنف كزاليس. لو كل واحد منا يعبد ربي طول حياته ما يقدرش يعطي حق هذه النعمه الواحده، لان نفعها متجدد يتجدد. البصر من اللحظه اللي تفتح عينك تصبح الحمد لله، يعني من النوم الحمد لله الذي رد علي روحي، شوف الادب، وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. هذا حديث نبوي تربوي. واحد رقد وعلى بالكم يقدر يموت، شحال اللي ماتوا، ينوضوا ينوضوا يلقاوها الله يرحم اسيد السكر الصباح اكرت خضمنا اكرت الزلط اكين لما نغثي وضفا فيس يموت سقيضو السيضص. علاش مدي حضران طص؟ اديني باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، كلشي صار بي. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، إذا كان الأجل تاعي اليوم نموت ربي اسمح لي. وإن أرسلتها في تغزي العمر فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. دعاء، راك سلمت النفس نتاعك الروح نتاعك، كي تنوض الصباح وتلقى الروح نتاعك ولات من الأدب باش تحمد ربي سبحانه عز وجل. خاطر لو كان راح لك البورتابل ولقاه كاش واحد طول النهار تشكره ولا لا لا اعطيك الصحه بارك الله فيك كيعفو ربي كيبارك ربي البورتابل 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 بورتابل. ولكن الروح التي لا سوق يبيع الارواح ولا مصنع يصنعها، ولاش السواق يزنزن الارواح ولاش اللوزين دي صنع الارواح. الروح رجعت لك ما تحمدش ربي، خاطر كاين ناس ينوض نورمال القهوه ما ينساهاش الحليب وكرواسون ما ينساهمش،
مي باش يحمد ربي ماهو عادي يقول لك نورمال فيها ايه يعني يا ولدي فيها بزاف فيها بزاف نهار اللي نقول لك ما تلقاكش روحك يلقاوك الناس وتعرف تقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي عطاك العافيه خاطر ممكن الروح ترجع لك وما تقدرش تنوض ما تقدرش ديرني ديسكال حبست كاع الدنيا لا ريسبيراسيون راحت وروح جيبوا لي الاكسجين كلش حبس العافيه العافيه تلها مليح وعافاني في جسدي زيد حاجه اخرى واذن لي بذكره حتى لك ربي الاذن باش تذكره باش ما تكونش من الناسين من الغافلين ولا تكن من الغافلين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا ولفئده هذه القلوب ولون الا من اتى الله بقلب سليم مليح نعمرو قلوبنا بالخير بالمحبه ماشي بالاحقاد من امراضنا الكبرى الان التي لا يسلم منها الا من رحم ربي هي مرض القلوب تلقى واحد يصلي ويصوم وحاج بيت ربي قلبه معمر بالاحقاد يكره كاع الخلق كاع الناس يختلف معك في مساله يكرهك نقول هذا انت على خطر عظيم عليك ان تراجع قبل فوات الاوان ممكن تلقى واحد انسان بسيط جدا والله لا قلبه تقول قلب صحابي يحب كل الناس يحب كاع الدنيا وما شاء الله لا يحمل حسدا ولا حقدا ولا لا شيء حذاري لنا جميعا ربي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وهذه القلوب التي تتوكل على الله التي تمتلئ بالإيمان لأن هذه من أعمال القلوب الإيمان والتوكل هذه كلها في القلب لازم القلب آخر ما ننتهي به قليلا ما تشكرون الله كل هذه النعم وكل هذا الخير وهذا الدين العظيم كين اللي يشكر وكين اللي شوية ربي اللي قال في آيات أخرى وقليل من عبادي الشكور هو اللي قال قليل نسأل الله أن نكون من هؤلاء هنا قال قليلا ما تشكرون باش الإنسان ما يكونش غافل سورة الأعراف الآية 205 ربي يقول ولا تكن من الغافلين احمد ربي على كل شيء كان واحد من الصالحين يقول الحمد لله على كل نعمة أعلمها أو أجهلها وتعلمها يا رب العرش العظيم خطر كاين نعم نعرفوها درك جينا كاع لرجلينا للجامع هذه نعمة نعرفوها كاع اللي يحب يعرف قيمة الرجلين يسقسي هذاك اللي مسكين فلاشيز رولونت ما يقدرش يجي وين يلحون في كرسي نسيك زرنا شو سواني ضارن أذرغال الضرير نسيك زرنا شو يسوى البصر إزري وقال اني يوم يروح لعقل اني السنه شو يسوى ولا شو يسوى العقل كل شيء كل شيء نعم نعم لا نحصيها عددا لا نحصيها وراه هذا المره واحد يغسل وجهه برجليه خاطر ما عندوش اليدين نعود يغسل وجهه يتوضا برجليه ما عندوش اليدين وكيجي ياكل ما كاش كفايه لازم واحد يوكله وانت بيدك يا عجب احمد ربي والله غير الكفر كفران كفر المله بعيد الشر كفر النعمه كفر النعمه بزاف والنعم قسمان نعم نفع ونعم دفع نعم نفع هذه النعم اللي نشوفوها انولدت سي طوموبيل تراكتور باطيمه طجور نعم دفعين واش دفع ربي المصائب علينا وما شفناهاش جايه مصيبه ما شفناهاش ربي ردها احيانا نفيقوا اي سبحان الله زير راهي هنا ربي يستر واحيانا والله ما على بالنا بها لذلك نحمد ربي على كل شيء علاش في القران في الفاتحه اللي نقراوها في كل ركعه الحمد لله رب العالمين نقراوها في كل ركعه التدريب باش ما ننساوش نحمد ربي نبدا يلا علاش في الصلاة يقول الإمام سمع الله لمن حمده بعد نقولوا احنا ربنا
ولكن الحمد علاش باش ندرب أنفسنا ألسنتنا ونحضر قلوبنا على حمد الله وشكره وشكره. وأخيرا أهل الجنة يحمدوا ربي ثاني. قرينا كم من مرة نذكروا هذه الآيات من أواخر سورة الزمر الآية 73 وما بعدها. أهل الجنة كي يدخلوا الجنة واش يقولوا أو كي يسمعوا ادخلوها بسلام ادخلوها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. مرحبا بكم لا سلمان ومرحبا يسود الجنة اترنالمون. واش يقولوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ونقول الحمد لله رب العالمين.